كان اللي يقرأ القرآن والعمل وعبد الحرفة ما يشدهش يعني ما يعني يسترجع كما نقولوا احنا هو يطلب منها ابن يطلب منها اللي صلحنا قايل الله الى الله يصير في الارض كان يتغير الحرفة تغير بعد القرآن والعلم ولا حرفي ولا يخدم في ماشي معناتها كاع الناس قاعد تفيدك الطريقة هذه بصح شد يشد الورد يشد قراءة القرآن يشد الراتب هذا والامور المناسبة قاعد في الأرض هذاك هو يقول هذا التسريح يصير في الارض ويصير في الارض هذه من صوره مو عندنا في عيد الاربعاء هنا إيه نعم عيد الاربعاء حي سمو سيدي بعز الغربي ولكن هذاك الحويطه كما يقولوا احنا نقولوا الحويطه هذاك المكان اللي كان يتلى فيه القران والعلم والنور كانوا يحافظوا عليه باش ما يدهسوش هذاك يبقى طاهر كان يحسبوا الاضرحه احنا ما نعقلوش اللي فيه ضريح يقولوا مجمع تاع الصوره تاع من الاحفاد سموا عليه حي سيدي بوعز سيدي بوعز الغربي في عين الاربعاء واحد مدفون مع الباي في 1789 في وهران ثاني من الاحفاد اللي كان يدرس القران تاعنا في وهران نعم نسقسيك على حاجه بالك ما يعرفوهاش كثير من الناس الانسان كي يلتزم بطريقه ولا كيما يقول يهز ورد تاع شيخ ولا بالنسبة للصوفية والطرق ما عندهمش ذاك قال لازم له يلبس لباس خاص ولا لازم له يعيش معيشة خاصة ولا لازم له يكون مخالط ناس خاصين هو عادي في حياته كما قلت أنت قادر يكون حرفي قادر يكون تاجر قادر يكون ولكن عايش في حياته عادي كي يدخل داره يجيب ورده ويذكر أذكار تاعه بغيت نعرف الصفات تاع المريد تاع الطريق كيفاش ما هيش في اللبسة ولا في صور في الهيئة ولا بقدر ما هي في المعاملة وفي العادات اللي يديرها في أذكاره وأولاده. أيوة سيدي راه شيخنا مقابلني ما نطفلش عليه. واش الرب عز وجل يقول لا ينظر إلى صوركم زيد أشيخ. الله لا ينظر إلى صوركم. ولا إلى أجسامكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم. إلى قلوبكم. سواء تاع قلب. هذه سريرة القلب. أسيدي هذا كيسال نهضر يكون من ويزري يكون جنرال يكون كذا أنا نتلايمو في زاوية من المقام العالي إلى الحارس إدارة يلبس ديك القميص وما يلبسهاش يلبسه مدارو خاطر قادر ما عنده السيارة يركب في الحافلة يوصل باش يركب يلبس اللباس التقليدي العادي أصالة ومعاصرة وكي يجي للزاوية يجيب البورصة يلبس ديك العباية ويدير العراقية ويدخل الكازينة تاع أهل الله.